السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبا خبر؟ لو كنت أتكلم لغتكم لكان أسهل على التواصل. الحمد لله بكل حال. طبعا أنا قادمة من سوريا، وماذا أحمل لكم عن المرأة السورية؟ فأنتم تعرفون أكثر مما نعرف ربما، والأخبار عندكم وعند كل الناس. لكن ربما ما ليس تعرفونه عن المرأة السورية أنها بفضل الله تعالى وبقوة الإيمان ثابتة وواثقة ومؤمنة وحاملة وصابرة على هذا البلاء العظيم، ودائما قولها تفقد ولدها وتفقد زوجها وتفقد ابنها وأباها وأولادها ومنزلها وعملها ومالها وكل شيء، ويكون دائما قولها وجوابها الحمد لله وملنا غيرك يا الله. هذا كان الشعار الذي يتردد دائما على ألسنة السوريين في ثورتهم وفي تحملهم لهذا البلاء العظيم، ملنا غيرك يا الله. بالطبع أنا هنا لأحدثكم عن ربما تجربة بسيطة وصغيرة عن المرأة السورية في هذه الظروف. خرجت أنا من سوريا منذ 4 سنوات، وكنت بفضل الله تعالى أدير معهدا لعلوم القرآن الكريم، معهد الأندلس. كان بفضل الله تعالى مكانا كبيرا، عبارة عن 3000 متر، يستقبل سنويا 2000 طالبة، وكنا نخرج كل عام حوالي 60 حافظة للقرآن الكريم. بالطبع هذا المعهد بسبب الحروب كان قد أحرق بعض الشيء، لكن بفضل الله تعالى أعاد الإعمار من جديد، وبفضل الله تعالى استمرت المرأة السورية والمرأة المؤمنة والداعية في هذه المعاهد. قبل أن أخرج من سوريا افتتحت بفضل الله تعالى 13 معهدا لعلوم القرآن الكريم، وحتى بعد خروجي وخلال هذه السنوات الأربع، هذه السنوات الأربع سنوات الحرب، استمرت افتتاح المعاهد حتى الطالبات بفضل الله تعالى اللواتي تخرجنا من معهدنا افتتحنا بعد، حتى أصبح عدد المعاهد 20 معهدا، وهذا فضل من الله تعالى رغم الحرب، رغم القتل، رغم الخوف، رغم كل شيء. إذن هذه ربما صورة صغيرة أريد أن أرسلها لكم من نساء سوريا. الصورة الثانية التي هي أطلب منكم أن تشكروا الله تعالى على نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديم عليكم نعمة الأمان. فوالله ما شعرنا بقيمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن خرجنا من بلادنا، حيث يقول صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله: من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا أتألم وآسف أن سوريا الآن أصبحت هذا المثل الذي ضربه الله تعالى في القرآن. أنا آسف بالطبع، لأن فعلا كثير من البلاد وكثير من السوريين كفروا بأنعم الله، لم يكفروا بالله ولكن كفروا بأنعم الله، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة العقل، نعمة العلم، نعمة المال، ما استعملوها في حقها، وهذا ما يخيفنا ويخيف المسلمين. بالطبع أنا أحمل لنساء سوريا بإذن الله تعالى صورة المرأة الماليزية التي شاركت في كل شيء، وبالطبع ما تطورت ماليزيا إلا لأن المرأة قامت مع الرجل وشاركت به. هذا ثانيا. ثالثا، ما أحمله لكم أو ما تحتاجه المرأة السورية منكم: أولا أن تنشروا العلم الحقيقي عن المرأة السورية، الواقع الحقيقي عن المرأة السورية وعن الواقع الحرب. هنا في شرق آسيا
يتردد دائما دعوة إلى الجهاد، اذهبوا إلى سوريا وجاهدوا في سوريا، ويرسلون شبابهم إلى سوريا. للأسف القيادة غير واضحة، القيادة غير مستقيمة، أتكلم عن قيادة المجاهدين، متفرقين شعبا، ليس بينهم ما يوحدهم جميعا، وهنا ندفع أبناءنا إلى الموت في مقابل لا شيء. بالطبع هم نرجو عند الله تعالى أنهم من الشهداء، ولكن لا ندري في هذه الفتنة وهذه المعمعة والملحمة الكبيرة الحق مع من ونقف مع من. إذن ما أريده من المرأة الماليزية هنا أن تنشر الحق ما يقع في سوريا، والصورة الواضحة أن الأمور اختلطت كثيرا. بالطبع هو النظام واضح أنه هو الظالم وهو القاتل، وبتآمر مع إسرائيل وروسيا وإيران وأمريكا وكل هذه الدول الكاذبة المنافقة التي تدعي حقوق الإنسان، وكل هذا كذب. للأسف نحن نتأمل الخير من البلاد الإسلامية، نتأمل الخير من ماليزيا، نتأمل الخير من تركيا، من السعودية، من الدول الإسلامية القوية. هذا نحن ما ننتظر منه الخير، أن يكون هناك دول إسلامية، نعم السعودية، قطر، دول الخليج، الكويت، هذا ما نطلبه منهم. و يعني بالطبع نطالب بدولة إسلامية قوية تدعم حقوق المسلمين. وكنت في موضوعي لو سمحتم لي أن أطالب بإقامة إنشاء، وهذه دعوة ورسالة إلى أصحاب القرار هنا، إنشاء مدينة سينمائية إعلامية إسلامية، ولا يستطيع هذا إلا دولة إسلامية قوية كماليزيا وتركيا ودول الخليج، من أجل تمثيل الحقائق، من أجل أن نقارع ما ينشر من الفساد والفتن والكذب في الأفلام. دائما نتألم على الأفلام المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وماذا نعمل؟ علينا أن نعمل أفلام يعني غير تفند، أفلام تنافس هذه الأفلام في نشر الحقيقة بالنوعية العالية. هذا ما أريد أن أطالبه منكم. وبالنهاية سلام من نساء سوريا إلى نساء ماليزيا، سلام إلى الأميرة نور حياتي التي حضرت معنا البارحة، ولا أملك إلا أن أبلغها تحياتي واحترامي ومحبتي لشخصها الكريم والمتواضع. سلام من نساء سوريا، ودعوة إلى التضامن معهن وإلى التبرع إليهن. نساء سوريا بحاجة كثيرا إلى التبرع. أنا أجمع تبرعات، الدكتورة هدى تجمع تبرعات إلى سوريا، فمن أحبت أن تساهم، من أحبت أن تدعو، من أحبت أن تتحدث في مجتمعها، عند أسرها، عند أصدقائها، فلتساهم. وهذا رجاء فعلا. عندما أتيت وعرفت بعض الثكالة، من مات زوجها وكان قائدا وكان إماما هنا في ماليزيا، كان في كوالالمبور إماما في القرآن الكريم، وعندما قامت الثورة عاد وقاد فصيل في المعركة، واستشهد منذ 3 أشهر وزوجته حامل وله 6 أولاد. والله عندما قلت لها أنا ذاهبة إلى ماليزيا، قالت بلغي سلامنا لماليزيا، لأن زوجي يحب ماليزيا وكان إماما في ماليزيا. فقط لم تقل أكثر من ذلك لأنها عزيزة النفس، لكن أنا فهمت رسالتها، أن بلغي رسالتي إلى ماليزيا، ونحن بحاجة من يدعمنا في هذه البلد. الشكر وكل الشكر لكم، وآسفة إن كنت قد طولت عليكم. ذكرتموني، كانت عندنا طالبة ماليزية تدرس في جامعة أبو النور في دمشق، تدرس القرآن الكريم، فكنت كلما أتكلم معها تقول لي آسفة، يعني في طبعا باللغة العربية المفروض أقول آسفة، لكن كلهجتها لا أنسى هذه اللكنة الجميلة. جمعنا الله وإياكم نساء ماليزيا ونساء المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.